فأكيد بأنه المشروع ديال مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين فهو مشروع جد ناجح، بدليل أنه الإقبال الكثير ديال الأبطال الرياضيين على هذه المؤسسة والانخراط فيها، وكتعرف بأن الحصيلة ديال 11 سنة دي تقريبا فكان جد إيجابية، بحكم أنه لا المكتب يعني التنفيذي أو لا المكتب يعني الإدارة بصفة عامة ولا الرئيس الشخص الرئيس سيموسي بالخيط، فكنقوم بواحد العمل يعني جبار خاص لوجه الله، وحاولنا أنه يعني في هذه 10 سنوات نساعدوا الكثير من الأبطال الرياضيين اللي هما في حاجة ماسة لبعض الأشياء. كل كيعرف بأنه كاين الجانب ديال التغطية الصحية الصحة فهو يعني شيء أساسي، والحمد لله فالمؤسسة مكلفة بهذا الجانب، كذلك السكن، كذلك التدريس ديال أبناء الرياضيين، والحمد لله لقات صدى كبير. نتمنى أن إن شاء الله يعني الناس الداعمين أنهم يزيدوا يرفعوا شوية من البيجي الميزانية والدعم، لأنه كتعرف المؤسسة بدأت بعدد قليل من المخارطين، اليوم غادي تقريبا 1000، فأكيد كتزاد طلبات خاصك يعني الدعم المادي، فنتمنى انه ان شاء الله يكونوا تتم سند لنا ان شاء الله، لانه دابا العمل ملي كيكون يعني خالص لوجه الله يعني كتحاول تساعد الناس فاكيد الناس كيساعدوك، فبالتالي كنظن بانه مؤسسه ناجحه 100%، كنتمنوا لها الاستمراريه والدعم ان شاء الله.